ما الذي يكدرك يا أبا صالح؟ لا شيء، هموم الحياة لا تحصى هذه الأيام. أعلم أن الوحدة التي أنت فيها تدفعك إلى الهموم التي تنتابك. لا أستطيع أن أجزم لك. الإنسان بحاجة إلى من يشاركه فرحه وترحه، وأنت في موقع لا تحسد عليه، هجرك أولادك وماتت زوجتك. أفصح يا إبراهيم، أنت تخفي عني أمراً. ما دمت أردتني أن أفصح لك فحق علي أن أشير إليك ما تبحث عنه. لا أحسبك أصبت يا صاحبي. بل أصبت، أنت تصبو إلى من يحل محل زوجتك المتوفاة. ألم أقل لك إنك لم تصب يا صاحبي؟ وهل يزيل هم أرمل مثلك إلا الله وزوجة صالحة؟ وهل ترى في الزواج سعادة للرجل؟ وهل سعادة الرجل إلا زوجة صالحة في بيته؟ لم أفكر في هذا الأمر بعد. متى تفكر يا صاحبي؟ والعمر يجري مثل البرق، فكر في الأمر قبل أن يفوت الأوان. شم رائحة السمك، رحم الله أمك، كانت ماهرة في طبخه. أمي توفاها الله، عليك أن تفكر في حياتك القادمة قبل أن يفوتك القطار. أسمعك تتحدثين بلسان إبراهيم. لا أنكر أنه حدثني بالأمر، إنه يقول الصواب وهذه هي الحقيقة. الصواب في أن أتزوج تلك الأرملة التي تحتضن صبيا؟ تريدين أن أتولى تربية صبي لم يتجاوز العشرة؟ هذا فعل لك يا والدي في حياتك الدنيا. تقولين فعل؟ ولما لا؟ أليس من الممكن أن يعوضه الله عليك بدلا من أخي الذي اشتغل عنا بأعماله وسفره؟ يا والدي، كما أن في رعاية اليتيم أجر وثواب عند رب العالمين. هناك شيء يمنعه. ما هو؟ كلام الآخرين؟ وماذا يضرني من كلام الناس ما دمت لا أرتكب حراما؟ إذن ما هو الأمر الذي تحذره؟ أن تكون في داري زوجة، هذا يعني أن أكون ملزما بمصروف إضافي، طعامها وشرابها ولباسها. ما أسعدني أن أوفر كل هذه المصاريف التي لا طائل لها. ألا يوجد أدنى من هذا السعر؟ هذه العلبة ثمنها ريالان. أتقول ريالان يا أبا محمد؟ نعم، ما رأيك في علبة يتخطى سعرها 9 ريالات؟ 9 ريالات؟ وهل تجد من يشتريها؟ هناك من يشتريها كثر. لا أدري ما الذي يدخره هؤلاء القوم لغدهم عندما يبذرون أموالهم. رحمة الله عليك يا أم صالح، لعلك تفتقدها. بالطبع، أقارنها بما يدور حولي فأستنتج الفرق. كانت تحفظ النعمة وتحرص على راحتي. لست مرتاحا وأنت صاحب ملك. الملك لله يا رجل. هذا أكيد، لكنك بمشيئة الله تملك بناية من 5 طوابق أجرتها كلها. لقد اقترحت عليك أمرا يريحك لكنك رفضت.
خزانة مغفلة. أتراها محط أسراري؟ لا أريد لأحد أن يفتحها وكفى. أبي، أي سر تخبئه داخلها؟ قلت لك لا أريد لأحد أن يعرف هذه الخزانة مطلقا، أفهمت؟ سبب قلقنا عندك. أقلقتني الآن وأنت تتصلين في مثل هذا الليل، ما الأمر؟ لقد عاد الألم إلي، يجب أن أستأصل المرارة، لا حل غير ذلك. كيف أساعدك؟ هل من أحد بجانبك؟ إنني وحدي في المطبخ، تكلمي. هل أجد معك 500 ريال تسهيلا لإجراءات العملية؟ يؤسفني ألا ألبي لك هذا الطلب، فنحن في شهر فضيل يستنزف الراتب. لا عليك، سأتدبر الأمر. اسمعي، ماذا لو طلبت من والدك هذا المبلغ؟ أسأل والدي عن 500 ريال؟ جربي. متأكدة من جوابه، ولو طلبت منه ريالا واحدا. دعي الأمر على عاتقي أنا. أرجوك يا سلوى، لا أريدك أن تقفي موقفا ذليلا بسببي. لا عليك، المهم أن تعتني بنفسك. ماذا تفعل يا أبي؟ أحاول إصلاح ما فسد. لا تتعب نفسك، الثمن لا يتجاوز 4 ريالات على أبعد تقدير. وهل أمست 4 ريالات غرضا يرمى ولا يكترث به؟ أقصد أن لياقة الإنسان في مظهره أحيانا،
عجبا لك ولأختك، هذه الأيام تقرعانني دون هوادة وكأني بت رجلا لا يساوي شيئا. كل ما نتمناه يا أبي أن تكون مثلنا الأعلى بين الناس الذين يتهمونك بالشح والبخل. ليقولوا ما يقولون، ما عاد التهمني أقواله. ابنتك وداد في المستشفى يا أبي. منذ متى؟ منذ صباح اليوم. ما بها؟ عادت إليها مشكلة المرارة. سلمها الله، تكاليف المستشفيات هذه الأيام مرهقة جدا. أبي، وداد بحاجة إلى مساعدتك. وبما أساعدها؟ لن أصمت بعد الآن، أبداً لن أصمت بعد الآن يا أبي. بخلت على أمي، بخلت على أمي في علاجها فماتت، وبخلت على أخي غادر ولم يعد، والآن تكرر الخطأ نفسه مع وداد. اخرجي، لا أريد أن أرى وجهك الآن، بل لا أريد أن أرى وجوهكم جميعاً. هيا اخرجي. أود أن أحدثك في أمر هام. قلت لك لا أريد الزواج يا رجل. لا أريد أن أكلمك في هذا الأمر. ما وراءك يا إبراهيم؟ أنت تعلم أننا في شهر رمضان المبارك، وما أجمل أن يتصدق الإنسان لأخيه الإنسان، خصوصا في هذه الأيام. أتسمعني يا أبا صالح؟ أسمعك أسمعك. هناك عائلة فقدت معيلها، ويجب أن تتضافر الجهود لإعالتها، وأنا أطلب منك أن تساهم في هذا الأمر. طلبت المساعدة من الجهة التي لا تستطيع أن تساعد. ويحك يا أبا صالح، أنت دخلك الشهري 1000 ريال، تصرف 100 وتدخر 900. أتحاججني في مالي؟ ثواب تلقاه في الآخرة. حدثني، ما الذي فعلته إزاء تلك العائلة؟ أنت تذكرني بعدة سنوات، وعندما أصبح في مثل سنك سوف أتصدق بضعفي ما تتصدق به الآن. وهل تضمن حياتك اليوم غد؟ لي من الصحة والعافية ما يجعلني أعيش 20 سنة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن الله يفتح لنا بابا للنجاة من النار، وأنت تأبى إلا أن تجعله موصلا. الذي أحزنني موقف والدي. تصوري أنه يملك 30,000 ريال، أحصيتها بيدي هاتين، ومع ذلك يبخل على ابنته من لحمه ودمه 500 ريال. هذا فظيع. بل عمل مبرر، لو تعلمي أنه يبخل حتى على نفسه في مأكله ومشربه ولبسه. اضطررت لزيارته البارحة رغم أنه طردني لأجله، كان متعبا بعض الشيء. أحزنني أمره أنه يعاني من مرض نفسي، صدقيني. ولهذا أشفق عليه. ما رأيك لو نزوره الآن؟ نعم أنا وداد. نعم إنه والدي. إدارة المستشفى تريد التحدث إلي. هل دفعت ما عليك للعملية؟ طبعا. نعم حضرة المدير، نعم إنه والدي. ماذا؟ ما الذي حدث يا وداد؟ والدك جثة هامدة في المستشفى.